هنستكمل دراستنا للهيتروسايكليك كيمستري. وصلنا إلى المحاضرة رقم 4. هنبدأ في دراستنا للفور ممبر رينج ويز وان هيترو أتوم. عندنا 3 مركبات: مركب الأزيتيدين اللي هو الأزا سايكلوبيوتان، والأوكزيتان اللي هو الأوكزا سايكلوبيوتان، والفايتان اللي هو الفايا سايكلوبيوتان. هذه الثلاث مركبات دولت هم نتجوا من استبدال ذرة كربون من السايكلوبيوتان بذرة النيتروجين أو الأكسجين أو الصلفر. في سنة 1928 في عالم اسمه ألكسندر فليمينج، هذا العالم اكتشف البنسلين وهو مضاد حيوي. التركيب الكيميائي الخاص بالبنسلين زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم في حلقة رباعية تحتوي على النيتروجين، وبالتالي وفي طبعا حلقة خماسية فيها 2 هيترو اتوم اللي هو الاس والان الحلقة الخماسية، ولكن احنا يهمنا حاليا الحلقة الرباعية اللي فيها هيترو اتوم، ودي بيسموها البيتا لاكتام رينج. طبعا البنسلين معروف ان هو بيستخدم كانتيبيوتيك اللي هو مضاد حيوي. في مركبات اخرى زي مركب الباكليتاكسل او اسمه تاكزول، وده بيصدم كأنتي كانسر دراج. لو خدنا بالنا من الاستراكشر بتاعه هنلاقي ان فيه هنا حلقه رباعيه بتحتوي على الاكسجين اللي هي حلقه الاوكزيتان. هنبدا في الميثود اوف البريباريشن الخاصه بالفور ممبر رينج ويز وان هيترو اتوم. هنبدا في الجنرال ميثود الخاصه بتحضير هذه المركبات باستخدام الجاما هالو كومباوند. طبعا معروف ان ديت الكربون الفا بيتا جاما، فالجاما هالو كومباوند. في وجود البوتاسيوم هيدروكسيد هيحصل زي ما قلنا انترا مولوكولار نيكلوفيليك اتاك على الكربون اللي بيحمل شحنه موجبه جزئيه. في نفس الوقت هتنطلق البي ار كبي ار نيجاتيف، او هيتم فقد البي ار كبي ار نيجاتيف، وبعد كده يفقد الاتش في صوره اتش بروتون فيحصل فقد الاتش بي ار. الاتش بي ار يتفاعل مع الكيو اتش ويدينا الكي بي ار وجزيء ميه، ويتكون عندك الكورسبوندنج فور ممبر رينج ويز وان هيترو اتوم. هناخد طريقه سبيشال شويه خاصه بتحضير الاوكزيتان، ودوت بينتج من تحضير او من تفاعل الثلاثة كلورو بروبايل اسيتيت مع البوتاسيوم هيدروكسيد الساخن، فبيحصل تكوين للاوكزيتان وبيتكون معاه البوتاسيوم اسيتيت. الميكانيزم بتاع التفاعل في البداية هيحصل إن مجموعة الهيدروكسيل اللي هي كألكلي جاية من البوتاسيوم هيدروكسيد هتهاجم على السي دبل بوند أو، لأن طبعا الكربون بيحمل شحنة موجبة جزئية نتيجة إن هو ناتج من نوع اتصاله بذرتين أكسجين، فيبقى عليه كثافة إلكترونية منخفضة وبالتالي يبقى عليه شحنة موجبة جزئية. بمجرد ما يتكون رابطة بين مجموعة الهيدروكسيل والكربون هيتم كسر الرابطة بين الكربون والأكسجين وتنتقل الإلكترونات على ذرة الأكسجين. هيطلع عندي ناتج التفاعل اللي هو الاسيتيك اسيد ويتكون عندي هذا المركب. طبعا احنا عارفين احنا قلنا قبل كده ان الكربون المتصل بالهالوجين بيحمل شحنه موجبه جزئيه والهالوجين سالب جزئي، فالاو نيجاتيف هيحصل انترا مولوكولار نيوكليوفيليك اتاك على السي اتش 2 وتتكون حلقه رباعيه، وينتج عندي من ويحصل فاقد للسي ال في صوره نيجاتيف تشارج. طبعا السي ال نيجاتيف هتتفاعل بعد كده مع سي اتش 3 سي او او، او هتتفاعل مع البوتاسيوم ويتكون لك البوتاسيوم كلورايد. هناخد طريقه لتحضير الفايتان. طبعا ممكن ان احنا نحضره باستخدام ال 1 3 داي برومو بروبان، نفعله مع الثايوريا. بيحصل فاقد في البدايه ل اتش بي ار زي ما احنا قلنا ان زوج الالكترونات ممكن يحصل التوتومر بتاعه يدينا دبل بوند في هذا المكان، وبالتالي الاس تبدا الالكترونات تهاجم على الكربون ويحصل فقد الاتش بي ار. يتبع ذلك ان السلفر هيهاجم على الكربون اللي بيحمل شحنه موجبه جزئيه ويحصل فاقد للبي ار نيجاتيف ويتكون الاستراكشر بهذا الشكل. هيتبع ذلك ان في وجود هيدروكسيد الصوديوم هيبدا يهاجم على السي دبل بوند ان. بمجرد ما يهاجم على السي دبل بوند ان بيحصل كسر الرابطه بين السي والاس وتاخد الالكترونات، تنتقل الالكترونات على السلفر
لكي تعادل الشحنة الموجبة ويتكون السيتان وينتج اليوريا كباي برودكت أو كسايد برودكت. الطريقة الثانية إن ناخد برضو الداي الواحد وثلاثة داي هالو ألكان سواء داي برومو أو داي كلورو أيا كان نوعها ونفعله مع الصوديوم سلفايد أو البوتاسيوم سلفايد في طريقتين، يا إما نفعله في وجود الكحول والمية والتسخين. فطبعا احنا عارفين ان الصوديوم بيبقى عندي هنا السلفر فيه صوديوم وصوديوم، هيحصل فاقد الاثنين NaBr ويتكون ان السلفر يمسك في CH2 ويتحد مع CH2 بالتالي يكون حلقة رباعية بهذا الشكل. عشان ازود اليلد اللي هو ناتج التفاعل، طبعا التفاعل ده بيتم بنسبة 50%، لزيادة الناتج هنلاقي ان انا ممكن استخدم اللي هو الباي فيز، عندي ميثيلين كلورايد ومية ودول ما بيمتزجوش في المية، ما بيمتزجوش مع بعض، فعند الصوديوم سلفايد هيبقى دايب في الميه والمركب الاورجانيك دايب في الميثيلين كلورايد، بيحتاجوا حاجه اسمها السيرفاكتانت زي الاستراكشر ده بحيث انه يخلي التفاعل يسهل عمليه بيسموها الفيز ترانسفير. ناتج التفاعل هو برضو نفسه الفيتان بس بنسبه 70%. هنبدا ناخد البروبرتيز الخاصه بالفور ممبر رينج ويز وان هيترو اتوم. ولو لاحظنا هنلاقي ان هذه المركبات بتبقى ماتش مور رياكتيف ذان الاوبن تشين انالوج. طبعا نتيجه الرينج سترين هتبقى الزاويه هنا حوالي 90 درجه، وقلنا سابقا ان المفروض ان الزاويه تكون حوالي 109، فبالتالي لسه مازال في رينج سترين. بس طبعا الرينج سترين في الحلقه الرباعيه اقل شويه من الرينج سترين في الحلقه الخماسيه الحلقه الثلاثيه، لأن الرينج سترين في الحلقة الثلاثية بيبقى عالي جدا وبيبقى المركب مور اكتف، وبالتالي المركبات اللي هي فور ممبر رينج بتبقى الرياكتيفيتي بتاعتها أقل شوية من الثري ممبر رينج. دليل على ذلك إن أنا لو خدت السيتان وعملت له تفاعل الأكسديشن باستخدام الهيدروجين بيروكسيد في وجود البوتاسيوم والبوتاسيوم برمنجانيت هيدينا السيتان 1:1 دايوكسيد. ما حصلش رينج اوبننج، ما حصلش رينج اوبننج. نفس الكلام لو خدت الثيتان 1:1 دايوكسيد وفعلته مع عامل مختزل اللي هو الليثيوم الومنيوم هيدرايد هيدينا الثيتان. الاوكسيتان ممكن يبقى رياكتيف لما نعالج الاوكسيتان الاول بالبي اف 3 كسترونج لويس اسيد. معروف ان البورون بيبقى عنده اوربيتال فاضي يستطيع ان هو يستقبل فيه الالكترونات. الاكسجين بيحتوي على زوجين حرين من الالكترونات، ممكن يستغل زوج منهم في تكوين كومبلكس مع البي اف 3 وبينتج هذا المركب. في تفاعله مع البيوتيل ليثيوم احنا عارفين ان الليثيوم اعلى في الايجابيه الكهربيه من الكربون، وبالتالي الليثيوم هو اللي يحمل شحنه موجبه والبيوتيل بيحمل شحنه سالبه. في هذه الحالة البيوتايل اللي هو يحمل شحنة سالبة ممكن يهاجم على الكربون اللي هو بيحمل شحنة موجبة جزئية، في نفس الوقت تحصل كسر للرابطة بين السي والاو وتنتقل الالكترونات على الاكسجين لمعادلة الشحنة. هيتكون استراكشر مشابه لزود للمركب دوت، ولكن هيبقى فيه ان هو بي اف 3 اللي بعد كده لما بنعالجه باستخدام الحمض بيحصل عملية الهيدروليسيز وبيحصل عملية تكسير لهذا الكومبلكس ويديني مجموعة الاو اتش وينتج عندي النورمال هيبتانول. نفس الكلام الاوكسيتان لو عالجته باستخدام الصوديوم ميثوكسيد كبيز ممكن يعمل عمليه الرينج اوبننج، وبالفعل مجموعه الاو سي اتش 3 ممكن تهاجم على الكربونه اللي بتحمل شحنه موجبه فتنكسر الالكترونات، تنكسر الرابطه على الاكسجين وتبقى عليها او سالب، هياخد اتش بروتون من الميثانول اللي هو كسولفنت ويدينا مجموعة الهيدروكسيل، وهنا الـ OCH3 اتصلت بـ CH2 ونسبة التفاعل هنا حصلت أو نسبة التفاعل كانت 64%. هناخد تطبيق على المركبات اللي بيسموها البيتا لاكتام أو الأزيتي دينون. أزيتي دينون هو مركبات بيتا لاكتام بيبقى عند حلقة رباعية بتبقى N ومتصل جنبها C دبل بوند O. هذه المركبات بتستخدم كلها كأنتيبيوتيك، يعني كلها مركبات تستخدم كمضادات حيوية.
زي مثلا البنسلينز او السيفالوسبورينز. البنسلين بهذا الاستراكشر او السيفالوسبورينز الاثنين بيستخدموا كمضادات حيويه. البيز استراكشر في البنسلين هو المركب اللي هو البينام اللي هو حلقه خماسيه بهذا الشكل ثم حلقه رباعيه. اما البيز استراكشر في السيفالوسبورين ده اللي هو السيفيم، السيفيم اللي هو حلقه سداسيه بهذا الشكل ومتصل بها حلقه رباعيه. الاستراكشر زي ما قلنا بتاع الاثنين ازيتيدينون او الاستراكشر بتاع البيتا لاكتام بيكون بهذا الشكل، وبيتم الترقيب من اول النيتروجين ويكون جنبه سي دبل بوند او على الكربون رقم 2. هنتكلم على الميثود اوف البريباريشن الخاصه بالبيتا لاكتام. هنلاقي ان احنا عندنا في طريقتين من طرق التحضير. الطريقه الاولى اللي هو 2 بلس 2 سايكل اديشن. على سبيل المثال لو اخذنا مركب الاوليفين مع مركب الايزو سيانيت هيحصل تكوين رابطه بين الكربون اللي موجوده في المكان دوت مع النيتروجين، والكربون الخاص بالسي اتش 2 هيتصل بالكربونه الخاصه بالسي دبل بوند او. ده في البدايه هيحصل في وجود الليكويد اس او 2 يحصل تكوين هذا الاستراكشر اللي سرعان ما يحصل له هيدروليسيس باستخدام هيدروكسيد الصوديوم عند بي اتش 5.7 فيحصل تكوين لهذا الاستراكشر. يحصل هيدروليسيس، المجموعه اللي هي الاس او 2 سي ال تاخد مجموعه الهيدروكسيل والاتش يروح على النيتروجين. في مثال اخر ان احنا ناخد الدايفينايل كيتين مع البنزيلدين انيلين. في وجود ميثيلين كلورايد كسولفنت عند 0 ديجري يحصل تكوين برضه 2 بلس 2 سايكلو اديشن، يحصل ربط بين الكربون والكربون ويحصل ربط بين النيتروجين والسي دبل بوند او. لو بصينا على الميكانيزم بتاع هذا التفاعل بتاع الكيتين مع الامين هنلاقي ان التفاعل بيتم في البدايه ان النيتروجين عليه ذوق حر من الالكترونات ممكن يهاجم على السي دبل بوند او، فيحصل ان زوج الالكترونات ينتقل على الاكسجين ويبقى عليها شحنه سالبه بهذا الشكل. سرعان ما يحصل ري ارينجمنت في هذا المركب، زوج الالكترونات ينزل لتكوين رابطه مع يرجع تاني سي دبل بوند او، تقوم تهاجم الالكترونات اللي هي موجوده بتاعت السي دبل بوند سي تهاجم على السي دبل بوند ان فتنكسر الالكترونات على النيتروجين ويتكون حلقه رباعيه بهذا الشكل. الطريقه الاخرى اللي هي السايكلايزيشن بتاع الاسايكل الكومباوند، يعني انا عندي مركب زي البيتا امينو اسيد ديريفاتيف، هنا البيتا امينو استر او هنا البيتا امينو اسيد كلورايد. في الاولاني هنفعله مع الميثايل مغنيسيوم ايودايد اللي هو جرينيارد ايجنت. طبعا معروف ان الميثايل يحمل شحنه سالبه والام جي اي بيحمل شحنه موجبه. هنلاقي ان طبعا الميثايل هياخد الهيدروجين ويبدا يديني ان اتش ام جي اي. النيتروجين عليه ذوق حر من الالكترونات يهاجم على الاسيد ديريفاتيف، يهاجم على الاستر على الكربونيل بتاعه الاستر، يحصل فاقد ل او ايسايل ياخد معاه يحصل فاقد لاو ايسايل. بعد كده بيحصل عمليه تحلل للمغنيسيوم وياخد معاه الهيدروجين يحصل فاقد لايثانول. بعد كده يحصل عمليه الهيدروليسيس باستخدام الميه فالنيتروجين ياخد الاتش والام جي اي بياخد مجموعه الهيدروكسيل ويدينا ناتج التفاعل هذا المركب زائد المغنيسيوم ام جي او اتش اي. التفاعل الثاني باستخدام الديازوميثان مع البيتا امينو اسيد كلورايد، ونفس الكلام برضو بيتكون عندنا مركب اللاكتام. في طريقه رقم 2 في عمليه السايكلايزيشن ان احنا بنستخدم البيتا برومو بروبانو امايد. طبعا ديت هي الكربونه الفا ودي الكربونه بيتا فيسموها البيتا برومو بروبانو امايد. لو فعلناه مع الصوديوم امايد معروف ان الصوديوم امايد الصوديوم بيحمل شحنه موجبه والامايد ال NH2 بتحمل شحنه سالبه. ال NH2 تاخد هيدروجين من ال NHR ويدينا ان عليها زوج او على شحنه سالبه، تهاجم بعد كده على الكربون اللي بيحمل البي ار ويحصل عمليه السايكلايزيشن ويحصل فاقد لبي ار نيجاتيف ويتكون عندي البيتا لاكتام. اخر طريقه
اللي هي عمليه السايكلايزيشن بتاع الاكريلاميد. الاكريلاميد هذا المركب في وجود البيز بيحصل له انترا مولكولار سايكلايزيشن وبيدينا البيتا لاكتام. نتكلم على الكيميكال رياكشن الخاصه بالبيتا لاكتام. هنلاقي ان البيتا لاكتام زي ما اتكلمنا قبل كده طبعا هو بيعاني من الريند سترين، فبمجرد ما يهاجم على النيوكلوفيل سواء مثلا مجموعه هيدروكسيل او مجموعه امين بيحصل له حاجه اسمها الرينج اوبننج زي ما هنشوف قدام حضراتكم دلوقتي. في البدايه مجموعه الهيدروكسيل كنيوكلوفيل هتهاجم على الكربونايل كربون، فيحصل ان زوج الرابطه اللي بين الكربونايل والان اتش يحصل لها كسر ويحصل رينج اوبننج بهذا الشكل ويتكون عندي كربوكسيليك اسيد وامين. في حاله ان انا عندي برايمر امين او سكندر امين هاجم على الكربونايل كربون بيحصل نفس الكلام، كسر في الرابطه بين السيده والبوند او والان اتش ويحصل تكوين المجموعه، هنا تبقى مجموعه امين اما هنا يبقى مجموعه ان اتش ار او ان اتش ميثايل. عايزين نعرف ما هو او كيفيه عمل المركبات الخاصه بالبنسلين او السيفالوسبورين كانتيبيوتيك، ازاي بتشتغل هذه المركبات. من المعروف ان البكتيريا عشان تتكون بيبقى فيه انزيم خاص بالسينسيس بتاع البكتيريال سيل وول بروتين. هذا الانزيم طبعا بيحتوي بيسموه الانزيم ترانس بيبتايديز. هذا الانزيم هو المسؤول عن انشاء السيل وول الخاص بالبكتيريا. الانزيم دوت بيحتوي على مجموعه امين فبتتفاعل مع السيلابل بوند او، وزي ما احنا قلنا قبل كده بيحصل عمليه الرينج اوبننج ويحصل عمليه الكسر بين الان وبين السيلابل بوند او. في البدايه الميكانيزم ان الان اتش 2 بتهاجم على السيلابل بوند او فالالكترونات تنتقل على الاكسجين بهذا الشكل. طبعا بعد كده بيحصل فقد في اتش بروتون واكتساب لاتش بروتون، فبيحصل بعد كده عمليه او نزوج الالكترونات اللي على الاكسجين بينتقل في هذا المكان عشان يكون الكربونيل، يقوم بعد كده يحصل الكترونات تنتقل على الان ويبقى على النيتروجين شحنه سالبه، هنا على النيتروجين شحنه موجبه نتيجه زياده من الهيدروجين فيحصل فقد لاتش بروتون ويعاد يروح لاتش بروتون عشان يعادل الشحنه السالبه اللي على النيتروجين ويتكون عند الاستراكشر بهذا الشكل. كده هذا الانزيم خلاص تم تدميره باستخدام سواء البنسلين او السيفالوسبورين، وبالتالي لا تستطيع البكتيريا انها تنشئ السيل وول بتاعها وبالتالي بتموت البكتيريا. وبكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره الرابعه اللي تعرفنا من خلالها على الفور ممبر درينج. خدنا طرق التحضير والخواص بتاعته والرياكشنز اللي ممكن تتم، ثم بعد ذلك تطرقنا الى البيتا لاكتام كابلكيشن على الفور ممبر درينج ويز وان هيترو اتوم، وتعرفنا على الاستراكشر الخاص بيها وعرفنا البنسلين او السيفيلوسبورين ازاي بيستخدموا كانتيبيوتيك، وخدنا طرق التحضير الخاصه بالبيتا لاكتام وبعض الرياكشنز الخاصه بيها، وعرفنا ان ازاي ان هذه المركبات كانتيبيوتيك بتستطيع انها تدمر الانزيم الخاص بانشاء البكتيريال سيل وول، وبالتالي لا تستطيع البكتيريا انشاء هذا الغشاء وبالتالي بتموت البكتيريا. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، ولو في اي استفسار اتمنى ان اشوفه تحت الفيديو. شكرا جزيلا.